اهم حاجه ان انت تبتدي الاول تشوف الدنيا ماشيه ازاي، الحاجات المتاحه للحراس المتاحين، وتبتدي تشتغل معك ناس قامات كبيره موجوده في التدريب، اذا كان كابتن اكرامي، معك مدربين على مستوى عالي، كابتن تامر تسوي، كابتن خالد عثمان، انا مش عايز انسى حد يا احمد ابراهيم، مش عايز انسى حد يعني عشان ما حدش يزعل، انما في الاول وفي الاخر انت لسه في مرحله، انت بطلت عايز تعرف الدنيا ماشيه ازاي تحت في التدريب، برضه فرق كبير. ممكن يكون في خبرات في التدريب، بس كل حاجه وليها اسس وليها مقومات بحاول اتعلمها في الاول، وان شاء الله يعني اتمنى من الله ان ربنا يساعدني سنتين ثلاثه كده ونطلع حاجه كويسه الدرجه الاولى. ده تاني اسبوع الحمد لله، طبعا يعني عملنا الاختبار الاولاني وبدانا الاختبار الثاني، الفتره اللي جايه الاختبار الثالث ان شاء الله طبعا هيبقى غالبا مع يعني في مقارنه او هيخشوا مع الفرق حسب طبعا رؤيه كل جهاز فني وحسب حدد اللعيبه اللي تم اختيارها لكل مرحله سنيه. دي من الحاجات اللي عملناها كويس قوي السنه دي وتعبنا فيها وكان منظمه بشكل جيد. كابتن فتحي مبروك عمل 7 لجان اساس ان كل لجنه يبقى فيها عدد كبير من المدربين، على الاقل 4 مدربين ومدرب حراس مرمى، فكان فيها تركيز بشكل كويس جدا لاختيار اللعيبه ولاختيار المواهب للنادي الاهلي.